بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة إفكس جيمنج. هلا والله. هذا مظهر 800 شخصية ب 800 في بوكس. صراحة أشكال الجوست باسترز أنا أشوف بدلاتهم جدا يعني تمشي على فورتنايت. هذه هذول أكيد يعني شكلي بشتريهم. هذول اللي ناوي روع. مظلة طيارة جوست باسترز اللي تو والله اسطورية. شفنا قبل شوي بعد مظهر الروبوت هذا، فالواحد يحتار. مثل التعبيرات الهبوط، مظهر الهبوط. غير الشاشات الرئيسية اللي عندي طبعا يعني بعضها تحس انه ما له داعي. ناروتو، انا احب ناروتو كثير، بس الصراحة يعني الفي بوكس اللي عندي 3600، ف يعني بصير يعني تقريبا 2000 ويعني وصراحة يعني بس شخصية ناروتو وشخصية ساسكي اللي زينة، باقي الأشياء التكميلية هذه ما تعجبني اللي بشخص يعني بباكج وعروض ناروتو. لذلك يعني هذا الشيء خلاني ما أتحمس كثير. يعني هي محطوط السعر محطوط عشان يعني أيضا الأشياء هذه هم شكلهم عارفين. هذول يشوف كيف تحس إنها تنفع 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 للفورتنايت، تفيدك تفيدك، مو بس هذه الفأس اللي ما ادري وش يبي ولا الكلب. ممكن ساكورا وساسكي اشياءهم حتى اشكالهم يعني افضل من، ممكن يعني افضل من ناروتو وكاكاشي يعني بشكل يعني ناروتو يعني ما هو مرة 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 يعني اللي أحس إنه يعني أنا حبيت كاكاشي أكثر، مظهره أفضل. ناروتو ما أدري وش لون، تحس إنه يعني اللون يعني شوي ما أعرف حتى يعني شكله باللعبة يعني شكله بالفيلم بحركته وكذا ممكن يعني ما أعرف. نوري حركات، ايموجيات، تعبيرات، ستاف ستاند، هذه تعبيرات الهوكاج الهوكاجي. يا ساتر الكحة. طبعا قلت انا بداية المقطع نريح شوينا الكلام، خليه كذا بدون كلام بالبداية يعني انس بعدين يعني اريح لكم لأذانكم وريضا يعني تغيير مو بكل شوي واحد. فطبعا الواحد يدور كذا طبعا ترجع بدو شوف المظاهر يعني ما شوف انه شيء مرس واو ولا شيء سبيشل. هذا شوف كيف رهيب اصلا كاكاشي بالنسبة لي رهيب، وهذا ايضا يعني ولا اللهم يعني الحزام يعني يعني يمكن العين اللي تو يعني شوي تخوف ما ادري. هذا الشيء خلاني اكش كذا عن ناروتو اترك يعني اعيد النظر. بالبدايه كنت مره متحمس يعني اول ما نزل ناروتو، بس اول ما شفت انه يعني اولا هذه الاسعار، ثانيا الأشياء الإضافية الأكسسوارات الكلب مدري إيش وهذا ماش ما هي يعني جوي صراحة، ولا هو بنا اللي شفت ما هو أنا اللي تكلمني كذا ما هو أنا اللي أنا ما شفت ما هو أنا اللي أنا تارك الأنمي يعني من فترة يمكن ولا تابعت كل يعني تقريبا ناروتو اول 5 اجزاء اللي شفتها تقريبا يعني
يمكن كان ما خانتني الذاكرة. يعني نورتو بوريتو مدري بوروتو مدري هذا أبدا ما شفته. على العموم على العموم أنا أحب ناروتو كما كثيرين منكم يحبونه أكيد، يعني شفنا بال يعني أراءكم، ولكن السعر وهذه مشكلة الفورتنايت، الأسعار شوي بزيادة. هذه ال 1600 2800 الله أعلم تقريبا 32 ريال تقريبا، يعني إذا قرنتها بالباس رويال تقريبا زي باس رويال ونص، يعني زود شوي كأنك تشتري موسمين باس رويال تقريبا، الله أعلم. يعني هذه حلوة بس أيضا نتكلم عن السعر غالي شوي، هذه ممكن ترجع بعدين ما أعرف. والله حلوة صراحة، وأنا أحب يعني الأشياء كذا، الأشياء اللي فيها يعني أشياء جديدة كذا مبتكرة، وطبخ وبرجر وحركات. يعني شوف أنواع أطوار اللعب، أنواع الخرائط، أنواع الكرياتيف، ويلا نلعب الآن باتل لاب، نختار سمول لوكيشن. يعني هذه زي أنت تسوي سيرفر على ما أعتقد، دروع كاملة، طاقة كاملة، time of day، يعني day cycle يصير يعني يوم طبيعي نهار وبعدين يجي الليل. نشوف غريبة ما في النيران او الشعلة اللي تصير باليد هذه، من شكلي شلتها من التعبيرات، تعبيرات النزول. طيب اختار موقع الهبوط هذا تقريبا الان، هي عند بليزنت بارك واحدة من هذا الروبوت. معه تعبيرات خاصة، ما هي بال مختلفة عن تعبير، وهذه تعبيرات تعبيراتي. هذه تعبيراتي، لا هذه جديدة، هذه تعبير الروبوت نفسه، في بعضها في خليط في اشياء تعبيراتي في. واو واو الحين غيرت موقعي من القيادة للطلق، طبعا زر بس زر واحد خليك تغير المكان R. الحين نشوف وين نروح. اسطوري صراحة ولا لا؟ اسطوري اسطوري. طبعا هذا كان موجود ب الشابتر 1. معانا احد الوحوش، وعلى الزر اظن زر ال L
زر ال واللي يغير. نعم تكدين ان شاء الله يعني على حسب ال والله اسطوري وحش الروبوت هذا، روبوت متوحش رجل آلي فضائي شكله شيء زي كذا. مهم رهيب رهيب صراحة. أنا ما أعرف يعني ليش كرهوه، يقولون أسباب أن الفورس نايت شالته وأن اللاعبين كرهوه، ما أدري ليش، يمكن بطيء، يمكن يخلي الأفضلية للي يسوقه يعني واللي يركب واللي يستعمله. ممكن اللي يركب الروبوت هذا بجد العالم، الله أعلم، يمكن يتدمر بسرعة، يمكن صعب التوجيه، نعم يمكن، بس انه رهيب رهيب رهيب. تحس انك تسوق جمس على رجلين، تسوق دبابة على رجلين، تسوق فعلا مدمر. طبعا يعني كأنك يعني جوا يعني احلام الطفولة كذا، يعني انك تركب رجل آلي وتتمشى. طبعا كثير كثير منا كان يحلم بهالشيء، انا منهم. هذا السيرفر وهذه المباراة بس أنا موجود فيها تقريبا، الظاهر وأنا اللي مسوي السيرفر، أنا مسوي المباراة، ما حد جاي. يمكن يعني ممكن يعني تختارون تنضمون لي سيرفرات ومباريات موجودة، والله أعلم. يعني تقدر تستعمل تلقى الروبوت هذا، يعني الفكرة انه نجرب هذا الروبوت، نشوف امكانياته، نشوف الاشياء اللي نقدر نسويها بالخريطة. والله انه جلاد صراحة، والله انه جلاد. صدق 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 انه فنان 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 هذا الرجل آلي. لكل الزمن يعني صار كامري ذا ولا شوف كيف هذه حركة الدعس بالرجل. يوه تخيلوا قاعد ادعس لاعبنا اللاعبين نفعصه خلاص، يعني يدخل 10 متر تحت الارض. نحاول نط فوق والله متعة، والله متعة، ما لا متعة والله. يمكن نجرب بعدين إن شاء الله مباراة ثانية بهذا الروبوت، يمكن نشوف ندور مباراة مع يعني مباراة مع لاعبين أكثر. أو بمعنى أصح مباراة مع لاعبين يعني. شوف ايش يسوي بالمويه، تتوقعون يعني بخرب يعني؟ لا اكيد محمي محمي. شوف النطينا اللعب بهذا الرجلالي بهذا الروبوت بهالبدلة بهالمركبة ذي، لعب مرة وناسة، مرة يعني أسطوري. يمكن يمكن يعني بالباتل رويال ممكن يعني يخرب الجو على كثير من اللاعبين، لأنه يعني اللي ياخذه
يعقد العالم. شوف 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 كل شيء فيه يدمر، الدعس يدمر، الصواريخ ذي، الرشاش يا اخي، آل الدمار هذا، آل الدمار هذه والله. ورعبوت من الزمن الجميل، جلاد الجلادين. احكم باحكامك. يعني شوف هذا المكان، روح. طبعا هي الفيديو كله عن يعني استعراض هذا الروبوت وهذا الآلي اللي يحب يعني يلعب بسيارات مركبات جديدة، هذه الفكرة. We'll be right back.